مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد معاناة المواطن البغدادي بعد قضاء أغلب أوقاته في زحام الشوارع وما يتبقى منه في منزله من دون كهرباء. أبسط مقومات الحياة تفتقدها بغداد. شدة حرارة الشمس كانت سبباً كافياً لانهيار منظومة الطاقة بالعاصمة. الأحياء خارج نطاق الخدمة الكهربائية، ولا سبيل أمام المواطن إلا الرضا بالمولدات الأهلية التي تعمل على مدار 24 ساعة. والله ماكو كهرباء للتالي، يعني إحنا عايشين على المولد على السحب، وطنية أبد ما نشوف، وإذا تجي شوية لحظة وتنطفي تنطفي وتجي تنطفي وتجي. حتى عندي حفيدتي مريضة والله، زين تمرضت من وراء البيت كله حار وما نعرف وين نروح. طفت الكهرباء والله، حاطين عينين بعين بالله وبالمسؤولين، المسؤولين ما مراهم نتيجة من قبل، من واحد لواحد كل من يذبها ويتفقون ويا شركات عالمية جنرال سيمنز انه على امل انه يصنعوه، ومن تروح تخلص الانتخابات ترجع نفس الشيء، عادت ريما العادة قديمة. على مدى 19 عاما يخيم الفساد على وزارة لم تكترث لمناشدات وهموم العراقيين الذين اكتفوا بهذه العبارات. والله الكهرباء زفت، صارت 21 سنة يرزون فلوس بالمليارات والنتيجة صفر. كلها مولدة 24 ساعة المولدة، تجينا بس ساعة واحدة لا سبلت يشتغل، إذا ناض السبلت الترافيك لايت. ويطالب الأهالي رئيس الوزراء إيجاد حل عاجل لأزمة الكهرباء والتعاقد مع شركات أجنبية رصينة لإعادة هيكلة المنظومة الكهربائية المتهالكة منذ زمن طويل. من بغداد أنس يوسف، قناة الفلوجة.